بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نكملوا إن شاء الله الأسئلة اللي كتتعلق برواية كونديد والأوبتيميزم الخاصة بالثانية بكالوريا نظاميين وأحرار، وغادي نديروا إن شاء الله 18 سؤال وجواب على يعني لو شابيتر 14. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: كومون سابلي لو فالي دو كونديد، يعني شنو هي السمية ديال الخادم ديال كونديد؟ بلا شك كتعرفوه الاسم ديالو هو كاكومبو. نمشيو للسؤال الثاني: كيس كي مونتري دي لو ديبي دو شابيتر كو لو فالي افي دو ليكسبيريونس، يعني شنو الحاجه اللي كتدل من البدايه ديال هذا الفصل هذا يعني الفصل الرابع عشر ان هذا الخادم ديال كونديد عنده خبره؟ الجواب هو لا ليست دي ميتيي اكزيرسي، يعني لائحة المهن اللي يعني خدمهم في الحياة ديالهم. مشيو السؤال الثالث: او كاكومبو افيتي لانتونسيون دو كوندوير كونديد، يعني فين بغى يعني كاكومبو ياخذ، يعني عنده الغرض باش ياخذ معاه كونديد؟ الجواب غيكون هو او رويوم دو لوس بادريس، يعني يديه للمملكة ديال لوس بادريس. مشيو السؤال الرابع: دو كونديد افيتيل امني سون فالي، يعني منين جاب كونديد هاد الخادم ديالو؟ الجواب غيكون هو دو قاديش، يعني مدينه كتكون في اسبانيا. مشيو السؤال الخامس: اكيل باي لا بروفانس دو توكومان فيتيل بارتي اكتويلمو، يعني اش من بلد هاد المحافظه ديال توكومان يعني كتنتمي حاليا؟ الجواب غيكون هو ا لارجنتين، يعني هذه المحافظه كتنتمي لارجنتين، يعني الارجنتين حاليا. نمشيو للسؤال السادس: او سو تروفي لو رويوم دو لوس بادريس، يعني فين كتواجد هذه المملكه ديال لوس بادريس؟ الجواب هو او باراغواي، يعني كتواجد في يعني الدوله ديال الباراغواي. نمشيو للسؤال السابع: كو بونسي ككومبو دي فام، يعني شنو كيعتبر ككومبو النساء؟ الجواب غيكون هو لي فام نو سون جامي امباراسي ديل، يعني النساء ما كيحرجوش راسهم، ما عمرهم كيحرجوا راسهم. مشيو للسؤال الثامن: كيل رونفيرسيومون دو سيتوياسيون بروبوز ككومبو اكونديد، يعني شنو هو المقلوب ديال الوضعيه اللي اقترحها يعني ككومبو الكونديد؟ الجواب غيكون هو او ليو دو فير لا غير او جيسويت، يعني في بلاصه ما يديروا الحرب اليسوعيين لافير بوغو، يعني يديروا الحرب ليهم هما. نمشيو للسؤال التاسع: سي لو شي دوفر دو لا ريزون اي دو لا جوستيس، يعني هذه عباره قالها ككومبو بغى يوصف بها يعني المملكه ديال لوس بادريس، يعني قال انها تحفه العقل والعدل. ايدونتيفي لا فيغور دو ستيل كي بيرمي ا كوكومبو دو كريتيكي لوس بادريس، يعني نستخرجوا الفيغور دو ستيل اللي استعملها يعني ككومبو باش ينتقد هاد المملكه ديال لوس بادريس. يعني هو انتقاد هنا كما كتلاحظوا على انه يعني هنا يعني قال هي تحفه العقل والعداله، ولكن هو في بلاصه يعني هذا انتقاد، يعني سيتون اونتي فراز. لونتي فراز هي فاش كنقولوا واحد الكلمه ولكن كنقصدوا بها العكس، مثلا فاش كنقولوا شي واحد ما عندوش الشعر في الراس مثلا كنقولوا بغفلاء الى اخره. نمشيو للسؤال العاشر: بار كيل مو بوفيتون ريزومي لي كريتيك دو كاكومبو ا لوس بادريس، يعني اش من كلمات اللي نقدروا نلخصوا بها يعني الانتقادات ديال كاكومبو لهاد المملكه ديال لوس بادريس؟ الجواب غيكون هو انجست اي ايبوكريت، يعني غير عادله ومنافقه. نمشيو للسؤال الحادي عشر: كيل ريغل افي ايتي ايتابلي بار لو ريفرون بير بروفينسيال، يعني شنو هما القواعد اللي سطرهم هاد لو ريفرون بير بروفينسيال، يعني هذا المحافظ هذا؟ الجواب غيكون هو توت اسبانيول دوفي اتوندر 3 اور اي نو بارلي كون سا بريزونس، يعني اي اسباني واجب عليه ينتظر
ثلاثة ديال الساعات وما يهضرش حتى يكون هاد لو غيفون بير بروفينسيال يكون حاضر. نمشيو للسؤال الثاني عشر، كي تي اون رياليتي لو غيفون بير كوموندو، يعني شكون هو هاد لو غيفون بير كوموندو في الحقيقة؟ الجواب غيكون هو لو فرير دو كونيغوند، يعني هو الأخ ديال كونيغوند. نمشيو للسؤال الثالث عشر، كيل نوفيل انونسا كونديد او غيفون بير كوموندو، يعني شنو هو الخبر اللي يعني اعطاه كونديد لهاد لو غيفون بير كوموندو؟ قال له يعني ان سا سور اللي هي كونيغوند يعني الاخت ديالو ايتي اون بون سانتي شي لو غوفيرنور دو بوينوس ايرس، يعني خبروا ان الاخت ديالو راها في صحه جيده عند الحاكم ديال بوينوس ايريس. نمشيو للسؤال الرابع عشر، كو كونستيتوي لو رويوم دو لوس بادريس بارابور او باراغواي، يعني شنو كتجسد هاد المملكه ديال لوس بادريس مع العلاقه ديالها مع الباراغواي؟ يعني الجواب غيكون هو انيتا دون ليتا، يعني دوله داخل دوله. نمشيو للسؤال الخامس عشر، كيلمو pouvez résumer le niveau de vie de los padres، يعني شنو هما الكلمات اللي كيلخصوا المستوى ديال العيش ديال هاد المملكه ديال لوس بادريس؟ الجواب غيكون هو لوس لوكس اي اوبولونس، يعني الفخامه والرفاهيه. نمشيو للسؤال السادس عشر، quel mot pouvez résumer le niveau de vie du peuple باراغوايان، يعني هنا شفنا العيش ديال المملكه ديال لوس بادريس، دابا نشوفوا المستوى او الكلمات اللي كتلخص المستوى ديال العيش ديال الشعب الباراغواياني. الجواب غيكون هو بوفروتي اي دينومو، يعني الفقر والحاجه. نمشيو للسؤال السابع عشر، دون كيل كاتيغوري بوتون رونجي le point de vue de Kakombo sur les femmes، يعني اش من فئه اللي نقدروا نوظفوا فيها هاد وجهه النظر ديال كاكومبو على النساء؟ الجواب غيكون لا كاتيجوري دو ميزوجين، يعني الفئه ديال كراهيه النساء. نمشيو لاخر سؤال، دو كومبيان دو بروفانس لو رويوم دو لوس بادريس ايتيل كومبوز، يعني شحال ديال المحافظات يعني يعني هاد المملكه ديال لوس بادريس كتكون من يعني من شحال ديال المحافظات؟ الجواب غيكون هو انها كتكون من 30 محافظه او مقاطعه. اذا هادشي اللي كاين في هاد لو شابيتر هذا، ان شاء الله مازال نشوفوا يعني اسئله كتعلق بجميع لي شابيتر حتى نكملوا الروايه كامله. ما عليكم غير تابوناو فلاشين ودعمونا بلي لايك، واذا كاين شي اقتراحات او بغيتوا نشرحوا شي حاجه بالدارجه ف ما عليكم غير تكتبوا داك الشيء في التعليقات وتبارطاجيو مع اصحابكم. شكرا على المتابعه ديالكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.